في حال تواصلوا مع اهلهم ومجرد استخدموا التليفون فالتليفون ينسحب من اللي يعني هم اقوى من عندهم، فصايره حرب بين السجينات بداخلهم، يعني صايره مافيات. بس هسه اليوم احنا ما عندنا مشكله بالسجون، عندنا ايضا بالتوقيف ومراكز الشرطه. بالضبط، بمراكز الشرطه ايضا اللي هي من ضمن واجبات وزاره الداخليه، تعرفي مراكز الشرطه تابعه لوزاره الداخليه ايضا. هنالك العديد من الخروقات، مثل ما قلت لك ناس عندها التليفونات وناس من يدخلوا لها التليفون لوقت معين حتى تتواصل مع، تعرفين انت حقوق الانسان تضمن لاي شخص يتواصل مع العالم الخارجي ممكن انه يتكلم مع اهله بوجود الحرس. يعني تقول مجرد ما استلمت التليفون حتى تواصل انسحب من عندي من قبل نزيلة ثانية وينهال الضرب عليها في حال امتنعت أو حكت أو يعني صيحت صوت عالي حتى يجون ينقذوها. أكو ابتزاز، أكو ابتزاز مادي أو ابتزاز جنسي على هؤلاء النزيل؟ نعم أكو حالات كثيرة قلت ليش، بس ما حدثت للأمانة مع النزيلات اللي هم موكلاتي، لكن من يتكلمون نعم أكو نزيلات. ايش يحكوا لك عن حرب السجون؟ مثل ما قلت لك يعني هي حرب بيناتهم، القوي ياكل الضعيف، مثل ما الحاله ساعدنا احنا انه القوي ياكل الضعيف، نفس الحاله بالسجون.